سمعت انه لا يجوز للرجل ان يقبل من محارمه الا زوجته، ولو حتى اخته وابنته لا يقبلها. ما ادري هذا لا اصل، هذا لا لا بعد يقبل حارمه امه وخالته واخته، هذا لا حرج في ذلك. ولكن اذا قبل اخته او بنته مع خدها او انفها او راسها حتى الفهم تركه.